السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم الفيديو راح يحكي عن موضوع كتير مهم بالنسبة للناس يلي عم تعمل قنوات على اليوتيوب، تمام؟ هلا الفكرة بصراحة أنا كرأيي الشخصي، يعني راح أطرحها عليكم، وأنتوا كل مين بيلاقي حاله أنه مناسبة بالنسبة له وفيها وجهة نظر يمشي فيها، وإن شاء الله ربي بيوفق الجميع بإذن الله. طيب شو الموضوع رح نحكي اليوم يا محمد؟ الموضوع رح نحكي اليوم بيحكي عن أنك أنت تربح من اليوتيوب مصاري أكتر، يعني تربح من اليوتيوب فلوس أكتر. كيف وشو الطريقة يا محمد؟ الطريقة أنك أنت تنشئ قناة، تعمل قناة على اليوتيوب، تمام؟ وتعمل إنشاء القناة، لنفترض أنت يكون في إلك حدا بألمانيا، تمام؟ يكون في إلك حدا بألمانيا، أخوك، عمك، ابن عمك، صاحبك اللي بتعتبره مثل أخوك، يعني بتحس أنه هذا الإنسان ثقة ومستحيل أنه يغدر فيك، تمام؟ يعني يكون في إلك شخص خارج البلد اللي أنت موجود فيها. وهي أكتر شيء الفكرة للدول العربية مثل سوريا، بلدي الحبيب، مثل مصر، إخواننا، جزائر، مغرب، تونس، في كتير بلاد عربية، اليمن، في كتير بلاد عربية الدخل تبع اليوتيوب اللي عم يجيها قليل. طيب شو الحل؟ الحل يا محمد إنك تشوف حدا بألمانيا مثلاً، أنا مثلا بألمانيا، تشوف حدا بألمانيا مثلا وتقول له لهذا الشخص يلي بيهمك أمره، اللي هو مثلا مثل ما حكينا حدا من قرايبينك أو حدا صاحبك تحسه ثقة أنه ما يغدر فيك. هاي شغلة مهمة جدا أنكم تعرفوها قبل ما تخطوا أي خطوة، يكون في لكم شخص ثقة بالبلاد الأوروبية بألمانيا وما حولها. تفتحوا القناة، يكون في عندكم فكرة، تعملوا الفكرة تبعكم، تفتحوا القناة، تحطوها مثلا للشخص اللي هو موجود مثلا بألمانيا، تحطوا بلد الإنشاء بألمانيا، بالإضافة بس لتحققوا 1000 مشترك وتحققوا 4000 ساعة، هون بقى رح يشتغل الجد، ويصير بدكم حساب بنكي مشان تربطوا عليه قناتكم، يكون حساب أدسنز، واللي حابب يعرف كيف يعمل حساب أدسنز وكيف يربط حساب البنك وكيف يعمل إضبارة الضريبة، كل هدول انا رح احط لكم هلا الفيديوهات اللي انا شارح فيها بالوصف، امكانكم تفوتوا على الوصف وتعرفوا تعملوا كل هالخطوات عن طريق الفيديوهات اللي انا شرحتها. نرجع لموضوعنا، فانتوا بتلاقوا حدا ثقة لكم وبتفتحوا هاي القناة، بتصيروا انتوا بتبعتوا له الفيديو تبعكم، مثلا انت بسوريا بتصور فيديوهاتك، بتعمل فيديوهاتك، بتمنتجها، بتزبطها، بس تخلصها بتبعتها للشخص اللي انت واثق فيه، بنزل لك ياها على القناة. طبعا قناتك بتكون منزلة مثلا باسم ألمانيا. انت مثل اللي حتجي حتى تاخد أرباح من اليوتيوب، اليوتيوب مثلا هون بألمانيا في اتفاقية الضرائب انه ما بيدفعوا ضرائب، في اتفاقية بين أمريكا وألمانيا انه ما بيدفعوا ضرائب، الضرائب تدفعها صفر، تمام؟ فانت هي أول نقطة بتكون انت وفرت موضوع الضرائب. في دول لسه تانية عربية فيها ضرائب 30%، بدك تدفع ضرائب 30%، تمام؟ مو داخل بالشراكة تبع أمريكا والشراكة الأوروبية تبع الضرائب. فأنت هي أول نقطة، أنك أنت تفتح قناتك عن طريق حدا بتعرفه برات بلدك، يصير نزل فيديوهات أنت ببلدك مثلا بألمانيا، بينزل أنت بتبعت له الفيديو على الواتساب، هو بياخذ الفيديو بينزله عنده على القناة. طبعا هي بتكون قناتك، تمام؟ هي انتهينا من هالنقطة. طيب الشغلة الثانية، الشخص اللي بدك تأمنه على قناتك هون بهالبلد يكون عنده حساب بنكي، يكون في عنده حساب بنكي، تمام؟ هذا الحساب البنكي بيفتحه وبيطلبوا منك بشركة اليوتيوب تعمل حساب جوجل أدسنس، بعدين تحط رقم حساب بنكي، تحط رقم الحساب البنكي تبع ألمانيا مثلا، رح أحكي أنا بألمانيا مع أنه أنا بألمانيا، تحط رقم الحساب البنكي تبع ألمانيا، وبصير انت بقى قناتك بيجي عليها الفلوس على هذا الحساب الألماني، بالإضافة انه خلاص قناتك مفتوحة بألمانيا يعني مثلا، تمام؟
طيب هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة شو الفائدة يا محمد؟ الفائدة مثلا نفترض بالدول العربية بسوريا مثلا فتح الواحد قناة على كل 1000 مشاهدة بياخد دولار، دولار وربع، دولار ونص تقريبا، يعني عم بعطيكم انا تقريبا، ما عم بعطيكم الارقام الصحيحة 100%، رقم تقريبي. طيب يا محمد اذا فتحناها بالمانيا او باوروبا او بدول تانية بحول اوروبا قديش نحن بناخد؟ الالف مشاهدة، الالف مشاهدة بحسابكم. انا لسه بصراحة ما وصلني هذا الشيء من الحكي، بس انا فتت على الانترنت وشفت وسألت ناس، الالف مشاهدة باوروبا نحكي بالمانيا بيتفاولك تقريبا بين الخمسة يورو للستة يورو على الالف مشاهدة، هي تقريبا عم بعطيكم تمام، مثل ما تكون ارقام ما لها 100%، بس هي التقريبي بهي الحيطان هيك انا شفته وقريت. اذا لك حدا بسويسرا تاخد على الالف مشاهدة 11 يورو، اذا لك حدا بالنمسا بتاخد على الالف مشاهدة 9.5 يورو. يعني كل ما كانت البلد ارفع شوفك كل ما بتاخد اكتر تمام. هي الفكرة من انك انت تعمل قناة وتنزلها عن طريق بلد غير بلدك، يعني مثل ما بنعرف هلا بسوريا، سوريا الجريحة للأسف، الله يا ربي يفرجها على بلدنا جاء سيدنا محمد، يفرجها على كل البلاد العربية، العراق، اليمن، كتير دول، الله يا ربك يفرجها بجاه سيدنا محمد. نرجع لموضوعنا، فهذا الفرق يلي بانتو بيجيكم، يعني عوض ما يجيك على الألف مشاهدة إذا أنت عم تعرض من سوريا بتاخد دولار ونص، لا بتعرضها مثلا من ألمانيا بتاخد لك 6 يورو على الألف مشاهدة تمام؟ هي الفكرة يلي أنا بدي أقولكم إياها. هلأ أنا ليش عم بحكي هذا الحكي؟ في أحد المشتركين عندي بالقناة اللي عمل فيديو إنه كيف الواحد إذا بده يعمل قناة بس يحط رقم حساب تاني غير حسابه والقصص هي. فأخي الكريم هي الطريقة اللي أنا عم أقولك عليها، هي أنسب طريقة إنك تشوف حدا ببلد تاني غير بلدك اللي أنت موجود فيها، إذا كان فيها الدخل تبع اليوتيوب قليل، دولار ونص، دولار يلي هو، بتشوف بلد تاني من البلاد اللي ذكرتها تمام، ويكون برجع برد بأكد يكون الشخص ثقة، يعني بتوثقوا فيه وبتعرفوا انه هذا الشخص ما رح يغدر فيكم بهذا الموضوع تمام. هلا بالنسبة للدفع، بالنسبة للدفع تبع الضرائب، ما الضرائب كمان هي عندكم فائدة منيحة. هلا في دول عربية ما فاتت لسه بالشراكة الأوروبية أو بالشراكة الضريبية، يعني في دول عربية لسه لهلا بتدفع 30% مثلا ضرائب على المشاهدات. طب ليش؟ حرام. يعني إذا الواحد بياخذ مثلا دولار تمام بيدفع 30%، بيزد له من 30% قديش؟ بيزد له 60 سنت، سنتات بتصير يعني الشغلة تمام. فليش ما الواحد يستفاد ويكون في له حدا ثقة ببلد تاني يقول له بمعيتك افتح لي الحساب عندك، خلي باسمك، وهي القناة انا ببعت لك فيديوهاتي اللي بنزلها، نزل عندك انت من البلد اللي انت موجود فيها، ويعني عمل يعني يعمل الشغلة كأنه هو القناة له ببلد اللي قاعد فيها تمام، ويمشي على هذا الموضوع، والمشاهدات اللي بتجي هون بتجي اكتر، يندفع عليها اكتر، ما في عليها ضرائب. هاي الامور كلها يلي انا حبيت اشرح لكم عنها تمام. حبايبي هذا الفيديو تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الموضوع. رجاء اذا عجبكم الموضوع وحبيتوا الفكرة اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. أنا عم بحكي هاي الشغلات والله بإذن الله لوجهك الكريم يا رب، ولحتى أنتوا تستفادوا. في ناس كتير فايتة على اليوتيوب جديدة، أنا أول ما فتت على اليوتيوب جديد كتير صرت أسأل، كتير صرت أشوف فيديوهات، أعرف شو بدي أعمل، أعرف شو بدي ساوي لحتى تكون القناة ناجحة، حتى أحسن إني استفاد وما يروح تعبي على الفاضي تمام. فهي النصائح أنا عم بعطيكم إياها أخوية، يلي بيحب يأخذ فيها أهلا وسهلا، واللي ما بيحب كمان أهلا وسهلا تمام. حبايبي بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.